مباشرة ينضم إلينا الآن المختص في القانون والسياسات العامة المحامي رضا جابر. أهلا بك سيدي. إذن التقرير وصف هذه المرحلة، هذا التوقيت، شهر قبل انتخابات السلطات المحلية، بحالة من الترقب والهدوء الحذر. هل لك أن توصف ربما المشهد اليوم بكلمات أخرى بتقديرك؟ يعني هناك مفارقة، يعني هذا الهدوء ليس الهدوء المطلوب الذي نحن نريده كمجتمع. هناك عملية انتخابية وتنافس يكون بدون مشاحنات وبدون عنف وهكذا، يكون بعملية طبيعية. الذي يحدث الآن أنه هذا الهدوء هو هدوء يتسم بانسحاب الناس من الشأن العام، انعدام ثقتهم في العملية الانتخابية، وأنه هذا الانتخاب بسبب ظروفه أو بسبب يعني العمليات الانتخابية السابقة، مرشحوهم أو مثلا رؤساء المجالس الذين لم ينجحوا في توفير الأمان أو توفير المتطلبات لبلداتهم، إن هناك يعني شعور بانعدام الثقة في هذه العملية الانتخابية، وهذا الشعور هو الذي يعني بعملية مبطنة داخل هذا الهدوء. ولذلك نحن أمام حالي باعتقادي حالي رهيب، إنه الناس الآن فقدوا ثقتهم في العمل السياسي، فقدوا المعنى في العمل السياسي، وتركوا الساحة لمجموعات معينة داخل بلداتهم. وأنا لا أعمم، يعني هناك بلدات هناك مرشحون جيدون وهناك عملية تنافس جدية، ولكن الأغلب إنه داخل مجتمعنا يعني هناك تركت الساحة للناس لا يستطيعون أن يقودوا بلداتهم بشكل جيد. وهناك أيضا بلدات مثلا لا يوجد فيها هدوء انتخابي، والتنافس يصل إلى ذروات سيئة جدا، وهي نذير شؤم على هذه البلدات. وهذا يدفعني لأن أسألك أستاذ رضا، هل هذا الانسحاب الشعبي ربما الذي يشكل حالة من الهدوء الانتخابي بدافع غياب الثقة بمرشحين وأشخاص سابقين، أو بدافع الخوف والقلق مما يحدث في الشارع العربي، العنف، الجريمة، انتشار السلاح؟ يعني يمكن أن يكون موضوع العنف سبب لأنه بعض المرشحين الجيدين كان ممكن أن يعني يضيفوا لبلداتهم انسحبوا من المعركة أو لم يفكروا بتاتا في دخول هذه المعركة بسبب أي حالة العنف. ولكن أنا لا أعتقد بأن هذا هو الموضوع، ليس حالة الخوف أو هكذا، الموضوع هو أعمق من ذلك. الموضوع هو هذا الشعور بأنه العمل السياسي داخل بلداتنا العربية بسبب التركيبات الداخلية، وأن هذه التركيبات تنتج دائما سياسة من نوع معين، هي لا تفيد البلدات، لا تعطي للمواطنين ولا عدالة اجتماعية ولا عدالة توزيعية ولا عدالة في الخدمات. ولذلك هذا الشعور العميق بأن هذه العملية السياسية يعني هم ليسوا جزء منها، ولذلك هذا الانسحاب من هذه العملية. وهذا موضوع خطير جدا، لأنه كما أسلف هو يعطي المساحة الآن ويترك العمل السياسي من أيدي الناس الذين يعني قلبهم على بلداتهم، ويعطي الإمكانية لناس يعني تريد يعني أن تأخذ بلداتها، تقتنص خيراتها، ويعني الفساد سيكون هو. لكن سيدي، هذه الحالة تتناقض مع النظرية التي طالما آمنا بها وتحدثنا عنها في عقود منصرمة وعقود مضت، بأن المواطن العربي يميل إلى المشاركة في انتخابات السلطات المحلية أكثر ربما من انتخابات الكنيسة، لأنه يؤمن بإمكانه التأثير أكثر داخليا من قطريا. إذن هذه النظرية تسقط في هذا التوقيت، أليس كذلك؟ هذا الشيء الخطير، لأن المجالس المحلية يجب أن تعوض الناس بمشكلتهم في انتمائهم إلى الدولة، وأن الدولة تتصرف معهم بتمييز وتتصرف معهم بإقصاء بالمعنى العميق للهوية تعيين. الآن المجالس المحلية العربية كان من المفروض أن تعوض المواطن العربي هذا البعد الهوياتي، أن تبني المواطنة المحلية بشكل أنك أنت تنتمي إلى شيء يعني يتجاوزك ويتجاوز
انتماءاتك الشخصية وانتماءاتك العائلية أو الطائفية وهكذا. الذي حدث أنه بلداتنا لم تفعل ذلك، ليس البلدات، من لم يفعل ذلك هم النخب السياسية داخل مجتمعنا اللي هم بقوا بعقلية تقليدية، ولذلك لم يطوروا أدائهم، لم يطوروا تفكيرهم السياسي، ولذلك هذا النزوع الآن أنه نحن يعني موجودين في أزمة في عمق الانتماءات تعيتنا، أنه حتى الانتماء إلى البلد الآن أصبح بمأزق، ولذلك المواطن يشعر باغتراب، يشعر بنوع من الابتعاد عن في أقل من نصف دقيقة. نحن نتحدث عن حالة للمواطن العربي، للعربي في البلاد لن يكون صوت في المرحلة القادمة، ليس كذلك؟ ولذلك الدعوة إذا معنا دقيقة إنه الدعوة الآن إنه لا، إنه تكون هناك نخب سياسية شبابية وأيضا ناس يستطيعون أن يقلبوا هذه المعادلة وأن يستغلوا بين قوسين، يستغلوا هذه الحالة الاجتماعية. الناس الآن تريد من يأخذها من هذه الحالة وهذا البعد التقليدي للعملية الانتخابية التي فشلا ذريعا الآن، ونتائجها وخيمة على مجتمعنا. إنه هؤلاء إذا لا يستطيعوا هاي الفترة أن يجندوا أنفسهم لعمل سياسي بنوع آخر، إنه يفعلوا ذلك خلال السنوات القادمة بأن ينظموا صفوفهم، لأنه المعركة على مجتمعنا هي ليست معركة فقط في الانتخابات، هي بعد الانتخابات مباشرة هناك معركة على مجتمعنا، على هوية مجتمعنا، على انتمائه لبلده وهكذا. لذلك الآن الدعوة إنه لا نترك الساحة فارغة لناس، وأنا أقولها الآن بشكل واضح وليسمعني الجميع، يعني مجتمعنا يختطف من مجموعة من المستفيدين المصلحجيين في كثير من البلدات اللي يأخذوا مجتمعنا ويختطفوا مقدراته ويتركوا هذا المجتمع عرضة للعنف وللفساد وهكذا. ولذلك الآن المعركة حقيقية ليست فقط اتجاه الدولة، وهي معركة اتجاه الدولة، ولكن المعركة هي داخلية، لأنه بدون هذه المعركة أو الفوز بالمعركة الداخلية لم نستطيع أن نواجه أي شيء خارجي عنا. أشكرك جزيل الشكر المحامي رضا جابر، المختص في القانون والسياسات العامة، شكرا جزيلا.